بألفالو بي كنتن منو بي مابيري منو بي كنه كرمو بالو مدير المعهد نمحاضر بالو نمساد بالو ساد جيجو أني تنولو أني مولو من بينا بي بي كنتن فلو فلو كايتا كو أمان سونيا ننتمبو مننا الفالو ديامتا تلونغنا يافن نكو ألو ديام إتاتاجي بي تربية لكارولا خلالو بيجي من هذه الناحية ناحية رمتن بيجي ولم نلو النالو يافو تنبو مننا إناتا يكو دندو ويمي يالونكو على كلام تروكا ينجا ديامو من سينيا إكايا ينباسي تمادو أبكيلا وتمي يالا سكولي أباكي سانا كلنا من جيكو أستاذ حما جيجي أي درسو من آيات جان بألا دانينا سبحانه وتبارك وتعالى فونغا من بيمو على سن بيمو نفعلا نينا تاجي بموضوع من آيات عباد ولو من بدين بثقافة لبندالا تل منك مثقفتي منك ثقافة لناتي بار الدرس لمي يالونكو نتافو اللي تانغ من تنبونجي مي يالونكو سياتا باكي ولي اتن نبي على داني لفال اساس سيما يا بالا علما على يا مي ابي بوندا من تو ابي سو من تو من توي علما على يا سجات كندي على جي ورما با بعد مول ثقافه كنا كرم ما يا فنيامك اي كومو بن نبي تو ملامنا اكو ثقافه تاتا اناتا امانك كو سنجانو لم ابي نال اي تنبين يا تو ايتا ثقافه من تي ولي محاربه دي ولا بلو هل مدين ولا ترادولا على بيئة هل مدين ولا كلام ترنيا هل مدين ولا ميرنيا بني أبلو كنو نيونو بي كفرو نيوما نيونو اللي كفرو ندا موت إتافو ميكو الثقافة ولي أتنا يبوندا مما أما هتاجي باك نجيجي كم مرتبون سنا أيكا كونو سجيات انتن مبادي تاريبو لبي كدو من دين تا أبو حاضرو لكنوتو أي ممفو كنيم باسيرو سامبا فنا دولا بسولا ريمبن نباك بعد المسلمون بعد الطالبولو نينا تنين كوما سيفالو تانغي موي تولو نينتا من سوتولا نينتا من تالو فولو فولو يا جيبي يباجي لكو كوما باتا كوما باتا نتني تبي تولو مي يا لونكو بلوندو نينين كان تولو مي يا لونكو بلوندي نينو لا كما باتن يأتي إتم بعد المسلم إتى طالبه يا لونكو ثقافة ثقافة مفنة تبي يا لونكو أكما ياتي إني بني كمل أكو إلى بلو أني لا نجاح ولا سوت نجاح إلى الدنيا كنا جا باو هارب أديه ني مومنت ني تام مومنت مو إم مومنت ني لا فيتا يا كتوتي إبه سونا لي تام مومنت فلو فلو Isa mumenti ibe sonnale yeke woti isaje sina kutota yate na karamu bado bi ya kafu nya wate wate ako hada madigo niya je na jaho soto ko kuto ite o konye ya kanule isontala ya je momo hani jalo me ya lon ko kora ko silale aman ke no doyate niya je kafu ba wol banke hada madin kunda to sana ko akalam tarin sana na dino la kunda to wol banke me cheti men ya lon ko me che sikar re wolle muyit me che du manan wolle muyit bare hani jalo mo mu jalot niya je na ja hoso fengo men abakunna aya respectle adun aya kudule ada sunta ko atebe wo min kunna wolle muyit yaji bina ya muta ani so be yala utembole amari ya kutota ayata ije ule atine ite min ko mutalib ilmi isalu ko thaqafa bi ya lu kunna karmu ma ya fuje nyame thaqafa bi ya lu uli nyinyata thaqafa lu bit uli muslim ya la nyinyata thaqafa ni muslim ya la nyinyata thaqafa ibe sunna lako uli nyinyata uli jankuta thaqafa bit utembole mu ibaji nan tini ite muslim nin tolu sonta wala lota wakan nin kafiro men ka kola kafa ya ko alla dino la nyimma ala yitandinna ata sura la ngafa e nyine mu nyine mu bari mogo na tarabe baluka na society kono bajira ko nyine mu muslime ala thaqafati ikamem barakati kawa kubat abarfa ka wara nidun tan society kono ye miran to le dino ni thaqafa sifa min natan kan o be jankuri nyame o be tiyari nyame bat ni data bol la halu ni jibe ibaje la ko be kenya do nyame mi do make kilo
فمنا بجي أياما باو مولو جما باكا من مثقافتي ولم كفهم نمالو تاكادو كموت نمالو تاكابوريدي لنالو كيوكو هدي وانت ثقافتي يكو مي موت نماتا أيابوري من سمتي تبو نماتا أي أي أكون دي سرول ملا أي موبايل بالي موتا ومن ثقافة سبحاني سايند بل مي يادي دا أولي ثقافة ستو باو ناتي ياتا أتكم هذا دانو أتكتا أولي كمانينا وين أتا أياد داي ولي أتنا ولندو مي يادي دا ولندو للثقافة لندو مي يادي دا وتي تنبادي طالب علم في روك بيته وازو وصف إلى حياته أيافك ثقافة بلا معنى لكم ولم التوازن إذا ممنك يسو إياك وتي أدوفنا على قدر ما إن ينتك كمينك يفيروك إياك وتي باجي لن يأك ونعمة تنبولي بثقافة صحيح نيب سنة إياك مثقفوتي إب سنة ليجونك يترني نياري موريه aman ke jatu dan malin nyati par folo folo ijiko e nyinya ijiko e nyinya ay taro lorin fenkan itela jino ni mennata isaji ni fitata dauda mol balon nako itemu da muza julti lil thaqafa itemu na muza julti lil ilm alladhi tatalaqa ulati nani ta muqalib ilm me ya law ba ay thaqafa ta thaqafa me ya law abota londo to abe men karankan ba londo ke susundile akedo murindile tawdhiya ni temu moti be ya lo ko ina faso to londo to iman nyen da ni du tadu society karo karala muri he ni kai temu mona sil si fanya di la bari la thaqafa me ya lo ika waleta ila kalamu to ronyi ila dino to ta'limu din be ya lo ko ya karam wa thaqafa be wodaji ko la ta'ala abatu kan ne to aman sura moli ya lo ye ni kai temu mo sifat itam badi muslimi itam talib ilm ألوك ثقافة أكيكر إن يمال لكنا كرمو يا فنيام وتنابي ونعم فهو في النام الجنك داجي كلمبان فوق النمبان بار لمبان في روك يجم فعليا لوك وني ثقافة من تافرين مولو بني داجي كنت يا من مودول إتي في روك يجم فعليا لوك وني ثقافة من تافرين نندرون يجم فعل وني ثقافة من تا تلا دينو من كأمتي أمة ميا لونكو أكمو كدو داجي كجول جل نيو أمة مو أمة إقرأ ولم يكرم باو كرم لكيتا أكيتا نيفن نكايتا نيدا إتمو مموصفان يا جي كرم بليا نيب دي أمنا نيب ثقافة بفلا كرم لكم مايا نين كم لكو هارب دي مبالونا أتمو مونيتي نين كم لكو هارب دي مو أبال ثقافة ثقافة بيها لكو أتنين تولي سطولة أبو كسن نياني أبالونا أبي مونة تنبونا أتمونة تنبونا باول نولي نبي أمين باكنا موجة ما باك لم ترولا كاني وسابو كم بلا أكاجي لكو كم نينا تنطلفون نكيلا بي جما بالا ميرانيا ممنت ثقافة ولم يمتر نمادو يفري يمسانتي نيجا سيتا داودا نيجا فوتبول كلوب فوتبول كلوب إتي آلان جمالة كبلي ووت إتي آلان جمالة ساونتا نيو ويكن وكو نيو ويكو وكو باو دور بجي هاني لوك وفان كنو جمالة ساينتي جمالة فيكتا تي نيجا سيتا دينكرا منتو إبيو كمول فولا إتا بكالو مولو كيري جيبي لكو إتا مانكوني إتا مالو مولا بكين فاتوا بالله الذي لا اله غيره نيكو يكو صحابي موتان فبا صاحب الى صاحب موتان فجمبا بنت لا سوسايتي كون كو مسلم مولم جمال مولم بري هاني نات طالب كون نات يكون نيكو او موان فبا صحابي يلوتو سكول يا دولو سايي ثقافة من ايتي يوالا ولا ايتي امير كو ولا ثقافتي ani ta da jino ake kuru menna ay men mori wata aya tabi wata aya lan ni nyati no wala wol temo aje ko sawni mbang karmo mai thaqafa la dikiralu mennu fo akoy beena ta qur'ano kono ina ta sororu mennu kono madina soror lem o kay tan ko ya rafa bi ame harbati wo bafo ani harbati wala miranya kawta ka tun kan ye nyosata ولا تنا مسلم إن ينتري بي أبتو دادا ولا تنا أراب الله مثال وتكافك الجار قبل الدار يكون سينيو يكون ولي نيجي نيجي بكرة نيجي باو نيمان سينيو كندو نيجي
ita se fero ke nyawnya pour ke fan dada ni be la san san ko iba ka tala baki bari be si gonda bawo hajura ta bayra fi finti yata yana har ba di wol ban ni fitita wato wati ibaji la ko ita ka min dada fu ko no alim be be banta ikatar nyo oboskan adu har ba di wo ni wato wati me ya lon ko sumataye ni ko la fi wol ni wato wati ya ja kin san ba fi ofinka ofin ni mari la so mata jede ure ya tinna lunalu koi koi kana bule ni loma ye hakido ta ya ta pindi ikana bule ni loma ba on ni hakido e manki de ka fmen an nasula abisalo do bandi mo muneti ni fano keta e koi bina karam go suma ya be tindi inya be molle bi siri wati do fanan ise faso se fa ini ke ya mar modela ba fo len ko du kare si kanana kanana bar hakilo le kayta ni lako he ila soma be nyina to yena na sa usira o men katare tema ye ni ye noma wulum bala jati da haybo so dalde bari baaji la ko soma la dada to bar ni bulati hakilo no matuma do ase kontin ko lo dula to bar laba o be wonto itam badi talib ilm فيروك بيالو كم مسلم ميا اي ثقافه من نات دنيا مولي ناتر دنيا مول سنت ولا يو اباجي لكو كو جمالو بيجي من يالو كو بروبليمو دو كيرال لمو انت بروبليمو سوت لجي فيري باو مسلم ميا ناتر اي مسلم مولو دمالو تي موتا اي ددا مسلم ميا ناتر اي مسلم مولو دو سي نيولو هاندين كافر ونينا بسيري مسلم ميا كايتان يدا اي نتاي دادي كسيفا نيادي دي سامبا كاما اسا دي نين كمالكو اتبي ميرا لا بي ميرا نيا مين كلا اسالو نيمو مولتي مي يالو كو ادا ديرو بو دينا كار سيريون لا كو فوي سا فوي كو سينيو اي كانا تورا سينيو اي كانا فوي لا تو وي فتاما اكيتا مسلم ملتي بان اكيتا مسلم ميتانال تي بان او سري اون ني وولي كو بي انيتا اكادا دي اكايتا دي لا كو انيانتي بالو بي اني كونو ني الحالو لي نابو نياما ابو حاضر ني بيلي يا مو نيولا اكيتا بيلي ولا داتي بيلي تاتا سوجي بل على دان لا محاضر اي فايكم كقول من فنيان فعلى سمبيك قلت من عليك قوم ميك بلا كل ما ما ب نكرم ما فلان في بنك الدكتور باباتي افلان في لافنا تنان ساي ثم دو سي مايكروفون ديالا افلان ني من ناتا سلم يلا ان شاء الله اتم ملتمي يا لونكو غني عن التعريف بي علوني على لندو لا كرولا انا لا داجي كولا كرولا انا بجهدو من كيكم امي انا بلود لا من تاكم ديناي بي اكل متلي وكمل الناس تسبي متدرون تواتو تنيالا كوتينكي سمحاضر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله الإخوة الأفاضل والحضور الكرام، أحييكم في بداية كلامي هذا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي كلفت بالحديث عنه أرى أنه موضوع أعظم مني، وكنت أتوقع أن يختار للحديث عن هذا الموضوع شخصية علمية أخرى أفضل مني في الحديث في هذا الموضوع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنتطفل على ما ذكره العلماء في هذا الموضوع الذي هو فضل العلم. العلم أيها الإخوة أفضل المطالب وأعظم المكاسب، أي كل شيء يطلبه الناس في هذه الدنيا فالعلم أفضل منه، وكل شيء يحصله الناس في هذه الدنيا العلم أعظم منه. كيف لا؟ والعلم هو الذي يريك الطريق إلى الله، هو الذي يريك الطريق إلى السعادة، هو الذي يقول لك هذا هو الهدى فاسلكه وهذا هو الضلال فتجنبه.
والله عز وجل قد نفى المساواة بين من يعلمون ومن لا يعلمون في قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية الاستفهام ليس مرادا به السؤال عن الواقع، لكن المراد به النفي، والمعنى لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، أي الذين لا يعلمون لا يستوون مع الذين يعلمون عند الله تبارك وتعالى. كيف يستوون؟ وهؤلاء الذين يعلمون قد عرفوا الحلال فأتوه، وعرفوا الحرام فتجنبوه، عرفوا الحدود فوقفوا عندها، وعرفوا الحقوق فأدوها، عرفوا طريق السعادة فسلكوها، وعرفوا طريق الشقاوة فاجتنبوها. كيف يستوي هؤلاء ومن لا علم له بذلك كله؟ الواقع أن من يعلمون هم المرفوعون عند الله مقاما، كما صرح الله عز وجل بذلك في آية أخرى فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نوه بعض أهل العلم إلى نكتة مهمة في هذه الآية، وهي أن الرفعة قد حصلت لأهل العلم في هذه الآية مرتين. المرة الأولى مع عموم الذين آمنوا، مع عموم المؤمنين في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. أليس أهل العلم من أهل الإيمان؟ بلى، إنهم على رأس أهل الإيمان. ثم قال تعالى بعد ذلك: والذين أوتوا العلم منكم درجات، فرفعهم رفعة عامة مع عموم المؤمنين، ثم رفعهم رفعة خاصة بأهل العلم. هذه الرفعة الثانية لم يظهر بها إلا أهل العلم خاصة. هذه الآيات وغيرها تدل على فضل العلم، وعلى أنه أهم المكاسب أو أهم المطالب وأفضل المكاسب، كما نبه إلى ذلك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه هدي الساري مقدمة فتح الباري، بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال رحمه الله: أما بعد، فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المصطفى وسنة نبيه المجتبى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما فهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها فهي الضارة المغلوبة. إذن اتفقنا جميعا أن العلم أفضل من كل شيء يطلب في هذه الدنيا، لأن العلم يعرفك بالله، وأي خير في من لا يعرف الله؟ من لا يعرف الله لا خير فيه، لأنه لا يستطيع أن يعبده، والله عز وجل: إنما خلقنا لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكننا أن نعبده العبادة التي يستحقها ويتليق به إلا بعد أن نعرفه سبحانه وتعالى، نعرف حقوقه وحدوده، ونعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة. من بعد ذلك يمكننا أن نعبده العبادة التي يستحقها وتليق به سبحانه وتعالى. إذن العلم غاية المطالب، ولذلك أنتهز هذه الفرصة لأحث نفسي أولا وطلبة العلم ثانيا بأن يجتهدوا الاجتهاد كله، وأن يشمروا عن سواعد الجد في سبيل طلب العلم. والعلم طلبه عبادة، طلبه عبادة، ولذلك أخلص النية في طلبك للعلم. إذا كنت تطلب العلم اجعل نيتك أن تعرف الله عز وجل وتعرف حقوقه، لأنك إذا عرفت الله عظمت الله، وإذا عظمته عبدته، وإذا عرفت حقوق الله أديت هذه الحقوق، وإذا عرفت الحدود التي حدها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يمكنك بعد ذلك أن تقف عند هذه الحدود ولا تتعدى. إذن أحث نفسي وإياكم على طلب العلم،
واحمدوا الله كثيرا واشكروه على أن من عليكم بهذا الفضل العظيم، أن رأيتم أنفسكم منخرطين في سلك طلب العلم. إن هذا الفضل يعرفه من نظر إلى من لا شأن له في العلم. عندما تنظر إلى رجل في الشارع لا يعلم حلال الله ولا حرامه ولا حدوده ولا حقوقه، انظر إليه كيف يتكلم، انظر إليه كيف يمشي، انظر إليه كيف يتحدث، انظر إليه كيف يتصرف، انظر إليه كيف يتعامل مع الناس، تجد هذه الأفعال والتصرفات خارجة عن حدود العلم. وأنت بعد أن من الله تعالى عليك بالعلم كيف تتصرف؟ قارن بين تصرفك بالعلم وتصرف هذا الآخر الذي يتصرف بدون علم. عند ذلك تقول بملء فيك الحمد لله الذي من علي فجعلني من طلبة العلم. يا طالب العلم كما قال حافظ الحكم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمه. فإذا ظفرت بطلب العلم فعد عليه بالنواجذ واجتهد الليل والنهار، ولا تكن مثلي أنا، اجتهد في طلب العلم وصل الليل بالنهار فإنك على خير عظيم وإنك على سبيل سعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن طريق العلم طريق سالك إلى الجنة، فما بالنا نهمل وما بالنا نتكاسل عن طلب العلم. إذا عرفنا أن الطريق الذي من الله علينا بسلوكه هو الطريق الذي يوصلنا إلى رضوان الله وجنات والنعيم المقيم في الجنات، ما بالنا نتكاسل، ما بالنا نتهاون، ما بالنا ننظر إلى الآخرين ممن لا حظ لهم في العلم أنهم فوقنا. عندما اختارك الله عز وجل لهذا العلم جعلك فوق الناس كلهم بهذه الرفعة التي سبقت الإشارة إليها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة مطلقة لا تقيدها بدنيا ولا بآخرة، هي رفعة مطلقة. فأهل العلم هم المرفوعون مقاما في الدنيا وهم المرفوعون مقاما عند الله تبارك وتعالى، لكن متى؟ إذا عملوا بهذا العلم، إذا عملوا بهذا العلم أي عملوا بمقتضى العلم. لذلك الإمام الجوزي رحمه الله له فصل نفيس ذكره في كتابه المهم صيد الخاطر سماه العمل بالعلم، ذكر فيه أن ثمرة العلم إنما هي العمل به. ثمرة العلم العمل به، فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وتعرفون اليهود هم أعلم الناس، لكن لما تركوا العمل بالعلم ماذا حدث لهم؟ النتيجة أن الله عز وجل حكم عليهم بالغضب فكانوا مغضوبا عليهم. والنصارى لما عاملوا بغير علم كانوا ضالين. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الله علينا بالجمع بين العلم والعمل، فنتيجة العلم وثمرته النافعة إنما هي العمل به سرا وجهارا في الباطن وفي العلن، أن تعمل به في نفسك وأن تدعو إليه وأن ترى أن الله عز وجل قد من عليك بهذا العلم. الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر في ذلك الكتاب المشار إليه أنه قال لقيت مشايخ كثيرين يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، لقيت مشايخ كثيرين يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، أي بعضهم أعلم من بعض. ثم قال بعد ذلك وأنفعهم لي في صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منهم. ولقيت بعض أصحاب الحديث فكانوا يحفظون ويعرفون لكنهم يتسامحون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل. ثم ذكر شيخان من مشايخه وهما عبد الوهاب الأنماطي وأبو منصور الجواليقي فأثنى على علمهما وعلى عملهما، ثم في النهاية قال فانتفعت بهذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. لماذا؟ لأن هذين العالمين العالمين
استفاد منهما العلم والعمل معا. قال: فانتفعت بهذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ثم قال وهو الشاهد: فالله الله في العلم بالعمل، فالله الله في العلم بالعمل، أي بالعمل به، فإنه الأصل الأكبر والمسكين كل المسكين. من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم على الله مفلسا مع قوة الحجة عليه. إذن شرف العلم، عظمة العلم، فضل العلم، قيمة العلم إنما هي في العمل به. فمن علم ولم يعمل كان في حكم اليهود المغضوب عليهم، ومن لم يعمل ومن لم يعلم وعمل من غير علم كان في حكم الضالين. لذلك قال بعض السلف أظنه سفيان الثوري: إن من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا بعلمهم، والنصارى عملوا على غير علم. إذن ثمرة العلم العمل به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يقبله. والعمل لا يكون صالحا كما تعلمون إلا إذا استوفى شرطين هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص للنبي لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي طالب العلم، إذا من الله عليك بالعلم فاعلم وأيقن أنه قد من عليك بأفضل الأشياء. من الله عليك بالعلم فاعلم أنه من عليك بأعظم النعم. فلا ترى غيرك فوقك، حتى لو كان يملك الدنيا كلها، لو كان يملك خزائن الأرض وليس عنده علم، فأنت فوقه بفضل الله عز وجل ولا فخر. ولذلك كن عزيزا بعلمك، كن معتزا بعلمك، لا تخضع رأسك عند من لا يعلم لأن عنده الدنيا. الله عز وجل أعطاك ما لم يعطه هو، ومن عليك بما لم يمن عليه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن يا طالب العلم اعتز بعلمك. وهذا الاعتزاز لا يعني أنه الكبر ولا المفاخرة، لكن يعني أنك تتحدث بنعمة الله عز وجل عليك. لذلك هناك قصيدة للإمام الجرجاني، القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، له قصيدة رائعة في هذا، عنون لها: بعزة العلماء، أي أن العالم طالب العلم ينبغي أن يكون رأسه مرفوعا، ينبغي أن يكون عزيزا بعلمه، ينبغي أن لا يقبل الذل من أحد ليس عنده علم لمجرد أن عنده دينارا أو درهما أو دلسا أو دولارا. إذا من الله عليك بالعلم فتعزز بالعلم. يقول في هذه القصيدة: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موكب الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. كنت أقول قبل هذا اليوم: لو كان لي من الأمر شيء لفرضت هذه القصيدة على طلبة العلم في أيام الطلب الأولى، حتى يعيش طالب العلم مع العزة، العزة بالعلم والتعزز بالعلم والترفع بالعلم، لا ينكسر أمام الجهلة، لا يأتي إلى الجهال وهم جاهلون في جهلهم لأن عندهم الدنيا. فالعلم عزيز وأهله أعزاء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع. الآيات في فضل العلم والأحاديث كثيرة، وقد تلوت عليكم آنفا آيتين هما كافيتان في بيان فضل العلم. إحداهما نفي المساواة بين العلماء وغيرهم،
الآية الثانية وعد الله عز وجل لأهل العلم بالرفعة. فكيف إذا انضاف إلى هاتين الآيتين استشهاد الله بالعلماء، أي أن الله عز وجل جعل العلماء شهودا على أعظم مشهود به وهو توحيده سبحانه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في المفاضلة بين العلم والمال، فذكر أن هذه الآية دل على فضل العلم من وجوه عدة. الوجه الأول أن الله عز وجل استشهد بالعلماء وعطف شهادتهم على شهادته هو وعلى شهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي وشهدت الملائكة وأولو العلم، أي وشهد أولو العلم. فقرن الله شهادته مع شهادة الملائكة مع شهادة أولي العلم على أعظم مشهود به، فكانت هذه الشهادة أعظم شهادة من أعظم شاهد وهو الله على أعظم مشهود به وهو توحيده سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل لم يستشهد العلماء على هذه الشهادة وعلى هذا المشهود به إلا لأنه رضي شهادتهم، فالعلماء إذن عدول ثقات عند الله، ولولا أنهم كذلك ما استشهدهم الله عز وجل، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. فهذه الآية شهادة للعلماء بأنهم عند الله عدول، كيف وقد صرح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بعدل العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم أي علم الكتاب والسنة من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. فهذا الحديث أيضا تعديل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من حمل العلم الشرعي، ونحن وأنتم في هذا السبيل لسنا بعد علماء، لم نبلغ درجة العلماء، لكنهم على خطاهم نسير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع الذي يتبعه العلم أو العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل. كيف والله عز وجل قد جعل أهل العلم ومعلميه خير الناس، كما في الحديث الصحيح حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبتي في الله، إخواني في الله، طلبة العلم، أريد من هذا كله، هذا الصراخ وهذا الكلام الطويل الذي أريد منه هو أن تستشعروا أنتم بنعمة الله عليكم، أن ترى أن الله عز وجل قد أنعم عليك وخصك بهذا الفضل العظيم، حيث من عليك بالانخراط في هذا السلك المبارك، حيث من عليك بهذا الميراث، ميراث النبوة، العلم ميراث الأنبياء. فالأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا العلم هو الذي يوزن به الشريعة، يوزن به شرع الله، كما قال الحكم: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم، لولا العلم لانمحت الشريعة، لولا العلم لضاع الدين. لكن العلم الذي يتوارثه الناس جيلا عن جيل هو الكفيل بالمحافظة على هذا الدين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نفسك أخي طالب العلم منخرطا في هذا السبيل فلا تعجب بأحد ليس مثلك في هذا، لا ترى أن أحدا من الله عليه بنعمة أعظم من النعمة التي أنعم بها عليك. فالعلم أعظم النعم، والعلم أفضل المكاسب كما قدمت. ومن رأى نفسه في سبيل طلب العلم فليحمد الله عز وجل، وليصل الليل والنهار بالجد والاجتهاد والتشمير أن ساعده حتى يبلغ ما كتب الله عز وجل له من المقامات العالية في الدنيا. ولا الدار الآخرة ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في نهاية الكلام أتقدم بشكر جزيل إلى اللجنة القائمين على هذه اللجنة أو العصبية الثقافي
حيث قد نظموا هذه الأنشطة العظيمة من أجل تثقيف طلبة العلم ومن أجل شهد الهمم عندهم حتى يرتقوا للمقامات العالية في العلم والعمل به. أشكرهم على تهيئة هذه الفرصة لي لألتقي بإخواني وأخواتي من طلبة العلم الذين يدرسون في هذا المعهد العريق، هذا المعهد الذي درست فيه في أيام الطلب الأولى. فقد درست المرحلة المتوسطة وبعضا من الثانوية في هذا المعهد، وها أنا ذا رجعت إلى هذا المعهد ألقي هذه الكلمة وأنا من هذا المكان، من هذا المكان أشعر بالمنة لهؤلاء المشايخ الذين علمونا وربونا على العلم وحببوا إلينا هذا العلم حتى صرنا إلى ما يظن أنه علم، ولسنا بعد من أهل العلم لكننا متطفلون على أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا مبلغهم وأن يرينا ما أراهم من الفضل والكرامة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سعي مشايخنا القائمين على هذا المعهد العريق الذي إذا ذكرت المعاهد في هذه البلاد كان هذا المعهد هو النجم الساطع الذي يذكر أولا، ثم تذكر المعاهد الأخرى تحته. وهذا ليس مبالغة بل هو الواقع، وهذه منة وفضل تفضل الله عز وجل على القائمين على هذا المعهد به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يبارك في مساعيهم وأن يرحم مشايخنا الذين تقدموا وأن يبارك في أعمار الباقين منهم وأن يطيل في أعمارهم الإيمان والطاعة. كما أني أحث الشباب الساعد الذين لا خطى هؤلاء المشايخ أن يستشعروا المسؤولية وأن يخطوا حذو هؤلاء المشايخ في الاهتمام بالعلم والتعليم والتربية الصالحة للأجيال القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.